المليارات تنهب سنويا من وزارة الثقافة. المهم كان غايتهم إيداعي السجن. ثم لوبي الآن يحكم وزارة الثقافة. حكمت على النوايا بقوانينها تحد من الإبداع، تقتل المبدع والمبدعين والفنانين. هي أي وزيرة في العالم الآن يلزمها تشكي بيا قضايا فساد متاع محسوبية مال عمومي. لابد من تغيير القوانين. وزارة الثقافة أنا أسميها عش الدبابير، فضيحة سجن شاعر. الآن لابد من وزارة الثقافة أن تصرف على نفسها، وما زلت موقوف عن العمل إلى الآن وضد المكماكة في وزارة الثقافة. يعني أنت الفنان أصبح يتسول دعم عمومي سنوي، أتباع الوزيرة، أتباع الوزيرة. قام وكيل الجمهورية بإيداعي السجن دون تمريري على جلسة القاء على القاضي، والقاضي موجود والمحكمة موجودة منتصبة. وجدوا تغطية من الوزيرة السابقة. موظفات وزارة الثقافة زغردنا فرحا بخروجها من الوزارة. هو أنا لا يمكن أن أسكت عن الحق. عبء على ميزانية الدولة، عبء على كهل الدولة بتدخل سافر من وزيرة الثقافة السابقة. جيدا كل تقريبا تفاصيل ومفاصل وزارة الثقافة وكيف تدور الكواليس، وخرجت بالزغاريت لأنه كان الهدف منه معاقبتي بأي شكل كان. نعم موجودة الأدلة وموجودة في القضاء الآن. الناس هذوما ضد مكافحة الفساد. لدي أمل كبير في الرئيس قيس سعيد. أخرجت عن سياقها لأنه ثم سياق كامل وراء التدوينة ومع التدوينة يتم التلاعب بالإدارة. فلا يمكن أن نتنازل ولا يمكن أن أخضع إلا للمولى عز وجل، وتساهم في دعم ميزانية الدولة من الأول من أجل تونس. وفيه ما تحدثت كثيرا عن الاستعمار الثقافي، فيه من أجل تجويعي وتجويع عائلتي في كيف تستثمر في الثقافة، تعطيه ساعة قيمته الاعتبارية كمبدع في هذا الوطن. خروجها مفخرة ويوم فرح بالحق عظيم في وزارة الثقافة. كتبت لن نتنازل عن تونس التي نحلم بها، بالفعل لن نتنازل عن تونس التي نحلم بها. عسلامة متابعي جريدة 619. ضيفنا اليوم هو الدكتور سامي الذيبي، ناشط في المجتمع المدني وشاعر، تعرض إلى مظلمة سجن بسبب تدوينه على مواقع التواصل الاجتماعي. هذاك علاش هو اليوم بحثنا باش يحكي لنا اكثر على المظلمه اللي تعرض لها هي. عسلامة السيد. عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكل متابعي جريده 619. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو هي تحكي لنا اكثر باش الناس تفهم شنو هي المظلمه اللي تعرضت لها؟ مرحبا بكم متابعي جريده 619، شكرا على الاستضافه. مرحبا. في الحقيقه انا سامي الذيبي، موظف بوزارة الثقافة بخطة رئيس مصلحة برتبة أستاذ أول، وناشط نقابي. أنا كاتب عام نقابة بن عروس وكاتب عام مساعد للجامعة العامة للثقافة، مكلف بالنظام الداخلي. وهذا ربما هذه من هذه وربما هذه الأسباب الأولى اللي خلت الوزارة تشكوني للقضاء. وقبل ذلك أنا شكت بي الوزيرة السابقة على التدوينة. التدوينة قبل المعالجة القضائية تم تمرير على مجلس التأديب في 8 مارس 2023، وتدوينة كتبت في نوفمبر 22. بعد سنة معناها بعد بالضبط. لكن مجلس التأديب اللي تعديت عليه، مجلس التأديب كان غير قانوني لأنه لم يتم استجوابي. تم استدعائي للمثول أمام مجلس التأديب، كان مجلس التأديب جديد حضر على مقاييس ما تريده وزيرة الثقافة السابقة، لأنه كان الهدف منه معاقبتي بأي شكل كان. فلم يتم استجوابي على التدوينة أصلا، ثم مباشرة إلى مجلس التأديب، وهذا في القانون الإداري يلغي مشروعية مجلس التأديب أصلا. وهذه قضية أخرى ستكون لا. لكن بعدين ما راعني أنه في جويلية 23 استدعى إلى محكمة، إلى شرطة، إلى حر، إلى فرقة الإجرام برادس، فرقة الإجرام بن عروس رقم 1، للمثول أمام النيابة العمومية على التدوينة نفسها. التدوينة هذه ما فيهاش ذكر اسم، ما فيها حتى انا عقبت او على التاويل، ولكن حتى يفهم المتلقي، تفهم الناس ما حدث، اني استدعى الى محكمه بن عروس في حال التقديم. وصبيحه الذهاب الى محكمه بن عروس يقولوا لي لا، رانا غلطنا في الاستدعاء، انت في محكمه تونس. ومن هنا بدات افهم انه
فما حاجه سافابا ثم حاجه غير قانونيه اللي المهم كان غايتهم ادعي السجن في ذلك اليوم. بالفعل لما قابلت وكيل الجمهوريه ومساعده قام بإيداع السجن مباشرة وفي القانون التونسي يوم اثنين والقاضي موجود والمحكمة منتصبة ويتم إيداع السجن دون تمريري على قاضي على جلسة في القضاء، وهذا في حد ذاته هو ماهوش قانوني، هذا غير قانوني. هذا اللي صار معي غير قانوني. ثم حتى الفصل الذي اختير فصل 86 من مجلة الاتصال من قانون الاتصال ما يتطبقش مع التدوينة أصلا. أنت تأول، أنا نقول وزيرة الثقافة، أنت عندك ستة وزيرات ولا خمسة وزيرات، وأي وزيرة يعني في العالم الآن، وزيرة الثقافة الجزائرية، وزيرة الثقافة البحرينية، أي وزيرة في العالم الآن يلزمها تشكي بي على, على, على اعتبار أن وزيرة الثقافة التونسية قامت بشكوى تقول أنه سامي الذيبي يقصدني في التدوينة. أنت ما فكرتش الاسم؟ لا، لم أذكر أي اسم. وتم ولكن شوف أنت الـ الإشكال اللي صار أنه لما دخلت السجن صار بوليميك كبير في على المستوى وسائل التواصل الاجتماعي في الراديو رحمه وقتها. بعد ما صار ذاك الكل الجوقة والوشيت واللي كانوا يطبلون للوزيرة السابقة هم يعني كي يغطوا على فضيحة سجن شاعر ومثقف وابن الوزارة وأحد كوادرها، كي يغطوا على ذلك ذهبوا إلى كلمة إلى استعمال النساء العاملات الكادحات والعاملات بالسيادة اللي هم حارزات الحمام، والكل يعرف حارز الحمام معناها المرأة التي تعمل على التدليك في الحمام العثماني التونسي. فتم الترويج لأنني أهنت يعني حتى يصير تعاطف، جمع تعاطف مع الوزيرة السابقة، ليس مع الوزيرة ولكن مع حارزات الحمام. وأنا كشاعر استعملت الكناية والاستعارة في التدوينة، ولم أقصد ما روج له من الإطاحة وإهانة حارزات الحمام، بالعكس. شكون اللي روج له؟ أتباع الوزيرة هم الذين روجوا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات وكذا، روجوا لأنني أن التدوينة أخرجت من سياقها، أن التدوينة فيها إهانة للوزيرة كما تدعي الوزيرة، والوزيرة قامت بسجن شاعر. حتى يغطى كل هذا ذهبوا إلى استعارة إلى استعمال أسلوب التغطية والتورية، فذهبوا إلى استعمال أنه أنني أسأت وأهنت حارزة الحمام، وهذا بالضبط ما حدث. تحركت بعض الأبواق المأجورة، وأنا أقول مأجورة والتوانسة يعرفوا هذا ويعرفون أنني ولدي وأعرف جيدا كل تقريبا تفاصيل ومفاصل وزارة الثقافة وكيف تدور الكواليس. قديش اشتغلت في وزارة الثقافة؟ أنا منذ مايو 2011 أشتغل في وزارة الثقافة تقريبا 13 سنة أو 16 سنة. موظف وزارة الثقافة. وقلت لك قلت اللي حصل أنهم تواروا وحتى يغطوا على الفضيحة، فضيحة سجني كان بذلك باستعمال حارزات الحمام، أنني أهنت حارزة الحمام في حين أنني ابن امرأة ريفية بسيطة. وانت ذولي من ريف يعني. أنا ابن كل الكادحات وأنتمي للكادحات وكتبت عنهن وتحدثت عنهن ويعني نضلت أصلا من أجلهن، وكنت دائما أحضر كل الملتقيات والمنظمات والدعوات النسوية سواء في المنظمات النسوية أو في اتحاد الشغل مع المرأة العاملة، كنت دائما أحضر كمتطوع في الندوات كمحاضر كشاعر بصفتي النقابية بصفاتي الإنسانية. فلا يمكن أن أهين الامرأة العاملة، وأنا أعتبر أنهن أمهات تونس وهن نجمات في جبين هذه البلاد. يعني باش يغطيو على عملية أنه سجنوك ظلما خذاو في حاجات ما عندها حتى قيمة وقت اللي أنت استعملتهم جوست باش توصل التدوينة نتاعك. معناها مواطن تونسي يعمل تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يلقى روحه في الحبس. معناتها شنو معناتها الحاجة اللي خلات الناس هذوما يعرضوك تهمة ظلم ويحطوك في السجن؟ للأسف الشديد أنه هذا لم يحدث في زمن الدكتاتور بن علي، وأنا أدعي أنني كنت في ساحات النضال طالبا وشاعرا ومثقفا ضد نظام ومكيد بن علي. للأسف أجدني اليوم وأنا يعني
لدي أمل كبير في الرئيس قيس سعيد. أجدني في السجن على تدوينة لم أذكر فيها أحدا بالاسم ولا لقب، يعني عوقبت على النوايا وعلى سوء التأويل وسوء الفهم، وكأنك عدت بنا إلى زمن، وكأن عدنا إلى عهد الحلاج والمعتزلة وكذا، يعني صارت الناس تحاكم على النوايا. أنا حكمت على النوايا بتدخل سافر من وزيرة الثقافة السابقة، وأنا أؤكد على ذلك، بتدخل منها بالطبع. أنا إحالتي ذهابي إلى محكمة بن عروس صباحا، يعني وزير الثقافة عنده تحول وجهتي إلى محكمة تونس، أنا ذهب ذهب إلى في حالة تقديم إلى محكمة بن عروس يوم صبيحة الاثنين 31 جويلية 2023، أجد نفسي في محكمة تونس يقول لك لا رانا أغلطنا في تم خطأ، أغلطنا في الابداع في الاستدعاء، أنت تركت محكمة تونس. من هنا بدأت حبك اللعبة، المهم كانت الغاية إيداع السجن بأي طريقة. وبالفعل كما قلت سبق وأعيد وأكرر، قام وكيل الجمهورية بإيداع السجن دون تمريري على جلسة القاء على القاضي، والقاضي موجود والمحكمة موجودة منتصبة. هذا يدخل في إطار أنه بالفعل تم، يعني كان الهدف إيداع السجن بأي طريقة من الطرق. شنو هو سبب أنه يخلي وزير الثقافة اليوم تستهدف شخص سامي الذيبي؟ هو حسب اعتقادي لم تكن الوزيرة وحدها التي استهدفت شخصي. الوزيرة بالعكس، أنا لا أحمل، لا ليس لي معها أي مشكلة منذ أن تقلدت الوزارة كرسي الوزارة، لما وكنت أحترم خيارات السيد الرئيس وحكومة، وأنا رجل معناها يعني أنتمي لهذه الدولة ورجل إدارة، معناها الوزيرة نحذف كل ما هو عاطفي ويكون العمل معها على اساس انه في اداره هو عمل وفق متطلبات الاداره ووفق الاحترام المتبادل وكذا. لكن الاشكال هو قديم نوعا ما، قديم ربما لانني من الذين لا زالوا ينادون بالفساد في وزاره الثقافه. الفساد وزاره الثقافه انا اسميها عش الدبابير. وزاره الثقافه المليارات تنهب سنويا من وزارة الثقافة، ثم لوبي الآن يحكم وزارة الثقافة وهم يعرفون جيدا وأنا أعرف جيدا، والرسالة ستصلهم وهم عندك أدلة على هم من الذين نعم موجود الأدلة موجودة في القضاء الآن، ثم تهم لم أرفعها بشخصي، رفعها بعض الزملاء والأصدقاء. شنو أنواع قضايا الفساد؟ قضايا الفساد متاع محسوبية مال عمومي، سرقة مال عمومي، يعني يذهب إلى جمعيات مشبوهة. ثم الكثير من القضايا موجودة الآن في القضاء، تحت قضايا موجودة، وأعتقد حتى من يريد أن يطلع موجودة. يعني هذا سبب لأنه خليهم يحاربوك ويحطوك في السجن؟ نعم نعم، كان سبب مع الوزير، وكان سبب مع بعض النقبنجية الذين لا يريدون الخير لا لمنظمة حشيد العتيدة التي أفخروا بانتماء لها سواء في صفوف اتحاد طلبة أو في الاتحاد، ولا على المستوى الوطنية كاحترام تونس والرفع من شأن هذه الدولة ومكافحة الفساد. الناس هذوما ضد مكافحة الفساد. للأسف وجدوا تغطية من الوزيرة السابقة وضرب كل من كان ضد من منظومة الفساد وضد المكماكة في وزارة الثقافة. اليوم الوزيرة يظهر تنحات من نعم تمت إقالتها والحمد لله، وخرجت بالزغاريت نعم يوم الباساسيون لما تسليم المهام إلى السيد الوزير المكلف بالنيابة. شكون زغر؟ موظفات وزارة الثقافة زغردنا فرحا بخروجها من الوزارة. لهالدرجة يعني الشخص هذا ما للأسف نعم للأسف يعني كان خروجها مفخرة ويوم فرح بالحق عظيم في وزارة الثقافة، ومن يتابع الشأن الثقافي يعرف ذلك جيدا ويعرف ما قيل في الاستديوهات والبلاطوات التلفزية حين إقالتها. ما زلت باش تعمل تدوينات ولا هو أنا لا يمكن أن أسكت عن الحق. ربما التدوينة أخرجت عن سياقها
لأنه ثم سياق كامل وراء التدوينة ومع التدوينة، وسأتحدثه بعد انتهاء القضية، لأن القضية الآن ما زلت في لدى القضاء وما زلت موقوف عن العمل إلى الآن 9 أشهر الآن. وزارة الثقافة لم ترسل أي مكتوب منذ دخول السجن إلى اليوم، ولا أعرف أي شيء عن تفاصيل، يعني يتم التلاعب بالإدارة إداريا بملفي وأوراقي من أجل تجويعي وتجويع عائلتي. تجويعك وتجويع عائلتك؟ طبعا أنا تسعة أشهر إلى الآن بدون مرتب، موقوف عن العمل، حتى التغطية الصحية غير موجودة. أنا ابني 6 أشهر عمره إلى الآن غير مدمج في بطاقة العلاج الصحي. السبب هو نفسه وضعية وزارة الثقافة التي أوقفتني على العمل بدون أي مبرر. دخلت سجن 58 يوم، وهي مدة في القانون لا تسمح بتوقيفك عن العمل، والقضية ما زالت لدى القضاء. أنا الآن لست متهما، أنا متهم في نطاق أني أبحث عن البراءة في الاستئناف، في مرحلة الاستئناف الأخير زادة، يعني نجم غدو نطلع بريء من كل التهمة، يعني كهمة تهمة كيدية، يعني خاطر التهمة بالحق ما نعم وسواصل الدفاع عن براءتي، يعني براءتي فوق كل اعتبار. وهذا هو نحن من الأول من أجل تونس، من أجل تونس التي نحلم بها. أنا التدوينة كتبتها قبل دخولي سجن، آخر تدوينة كانت لي، كتبت التدوينة على صفحتي الرسمية، كتبت لن نتنازل عن تونس التي نحلم بها. شاطر. بالفعل لن نتنازل عن تونس التي نحلم بها. اليوم سامي ذيبي ايش يعمل؟ أنا سامي ذيبي اليوم معطل على العمل 9 أشهر في البيت. هذه 9 أشهر كانت في البيت، لكني بكل إحساس مثقف، أنا الذي بالحق لا يمكن أن أتنازل ولا يمكن أن أخضع إلا للمولى عز وجل. ونعم بالله. أصدرت كتابين الآن، كتاب حول الاستشراق والهيمنة، وفيه تحدثت كثيرا عن الاستعمار الثقافي، وكتاب آخر عنوانه مسائل في الدراسات الثقافية. إن شاء الله 9 شهور تبدو تكتب. والحمد لله. والكتاب الثاني هذا مسائل في الدراسات الثقافية، تناولت فيه نموذج مثال وزارة الثقافة، واشتغلت فيه على تنظيرا كيف يمكن أن نجعل من وزارة الثقافة التونسية مصدرا لدعم التنمية وفي ميزانية الدولة، حتى يعني أردت أن أعكس يجب أن نوقف هذه الاستراتيجية والتمشي القديم، أن الدولة تصرف على وزارة الثقافة. الآن لابد من وزارة الثقافة أن تصرف على نفسها وتساهم في دعم ميزانية الدولة. كيفاش مثلا؟ أعطيك مثال مقارنة. وزارة الثقافة الفرنسية مداخيل وزارة الثقافة التونسية 7 أضعاف ما تنتجه شركة البيجو والرينو مثلا في السيارات. وزارة الثقافة الفرنسية مداخيلها أكثر 7 مرات، لأنه الفكرة كيف تستثمر في الثقافة. نحن عندنا في تونس تراث، ذاكرة، ثقافة، تاريخ، معالم تاريخية، عندنا أماكن. نحن ما نستفيدوش من بيت الشابي مثلا. بيت الشابي لا يعرفه أحد، بيت أبو القاسم الشابي، هذا الشاعر العظيم الإنسان، شاعر ذي معناها بالحق ملأ اسمه كل تقريب من تسافر أي مكان في العالم يعرف الشاعر اللي هو يسميه الشابي. كيفاش بيت أبو القاسم الشابي دخل منه فلوس مثلا؟ أنت تذهب إلى أي مثلا المقهى، أقول لك شيء مثلا، المقهى اللي كان يجلس فيه جون بول سارتر مثلا، كافيه لا روزا تقريبا، اقتنته وزارة الثقافة، اشترت المقهى بطاولات وتركتها على نفس الديكور وكل شيء. مقهى كان يجلس فيه جون بول سارتر، ألبير كامي، وأصدقائهم وكذا، ومن فلاسفة معروفين هذا اقتنته وزارة الثقافة، وصار المداخيل وتعود إلى وزارة الثقافة، واللي يخدموا فيه هم موظفين وزارة الثقافة. يعني أنت هل طريقة الاستثمار في المهرجانات، أيضا المهرجانات تمشي مثلا أكسفورد، تمشي مثلا تجد مدينة كاملة تتحدث فيها حروب الفايكينج، مدينة كاملة أنت تدخل تقص $60 أو $70، تجد مدينة كاملة تبقى فيها 3 أو 4 أيام، فيها فنادق وفيها مقاهي وفيها حانات وفيها كل ما يمكن أن تبحث عنه.
وكل مداخيلها تعود إلى وزارة الثقافة. يعني نحن لو عندنا تفاصيل لا يمكن الآن اختزالها، ولكن ثم تفاصيل. أول شيء في تغيير القوانين، قوانين في وزارة الثقافة لابد من تغيير القوانين، لابد من تغيير الأنظمة القديمة البالية المهترئة التي تحد من الإبداع. أصلاً عندنا إشكالية، وزارة الثقافة قوانينها تحد من الإبداع، تقتل المبدع والمبدعين والفنانين. صحيح. يعني صحيح. أنت الفنان أصبح يتسول دعم عمومي سنوي، وكان يتسول. ليش تتركه أنت كل سنة يقدم في مطلب وينتظر ويكلم فيه فلان وفلان وفلان وفلان؟ أنت أعطيه ساعة قيمته الاعتبارية كمبدع في هذا الوطن، بعدين ستجد ذلك في العائدات. منطقي، معناها تقول أنت الوزارة هي اللي تجيب فلوس باش تساهم في ميزانية الدولة، في ترفيع ميزانية الدولة. اليوم مش ماشية في التمشي. لا، وزارة الثقافة الآن التونسية عبء على ميزانية الدولة، عبء على كهل الدولة. بما أنك خدمت في وزارة الثقافة ممكن 12 سنة 11 سنة هكا، ولا ما قدمتش معناها الأفكار هذوما للوزارة؟ بالعكس، انا يعني في كل الندوات والاجتماعات مع الوزير السابق والوزراء السابقين، كل الاجتماعات الرسميه كنت اعطي افكار، لكن لا توجد صدى لهذه الافكار. حتى يعني حتى نحن الان في معرض الكتاب انا يعني قمت بدراسه لماذا اجد الكتاب، نفس الكتاب ونفس الناشر في القاهرة يبيع الكتاب 5 دينار مثلا، 5 دينار تونسي، وتجد نفس الكتاب في معرض الكتاب التونسي ب20 دينار. تقول أنت ليش السبب؟ هو نفس الناشر ونفس دار النشر ونفس الكتاب يباع بأقل من بربع الثمن. تونس ما تعطيش القوانين القديمة، تجعل الناشر في الجمارك يدفع ضريبة مثل كأنه جايب الحديد أو جايب الإسمنت. يعني المفروض الدولة التونسية أيام المعرض تعمل تخفيضات على مستوى الديوانة، قانون ينزل خصيصا بأيام المعرض، وقتها يولي الناشر في عوض ما يجيب 10 كريدن، 10 كريدن كتب، لأنه باش يوزنها بأسوان باهظة، يولي يجيب 30 و50 كرتونة، والكتاب يرخص. يرخص الكتاب، وهو عنده مرابيح ويزيد يخلي الكتاب موجود، يبقى الكتاب على مستوى طول العام. الباحث والطالب والقارئ يلقى الكتب. فهمت. وهو يبيع بأقل لأنه هو عنده تكاليفه خالصة. وأيضا فما حاجة مهمة، تو الجناح في تونس جيت كراب المترو، الجناح تقريبا 1.5 مليون بجوز ملايين، كثير برشا. معارض أخرى الآن في نفس الفترة مجانية. انت تشجع، انت تعمل معرض دولي الكتاب وتشجع على القراءه، وعندك هاجس المطالعه والقراءه، وتشجع في الباحثين، عندك طلاب، عندك اساتذه جامعيين ينتظر، لانه لا يقدر على شراء الكتاب في وسط العام لانه غير موجود الكتاب. في عنده فرصه وجود المعرض، وجود الناشر المباشر والمؤلف لشراء الكتب. هنا تولي انت ساهمت في وجود الكتاب على طول السنه، على طول العام يكون الكتاب موجود. شكرا سي سامي، يعطيك الصحة. تقولي أنت حكيت في اللي يلزم، وإن شاء الله الحق يبان وتظهر الحقيقة. إن شاء الله عندي ثقة في القضاء التونسي، والجلسة القادمة إن شاء الله تكون حاسمة في تدرئتي من هذه القضية الكيدية. بما أننا حكينا على معرض الكتاب، وحبيت نسألك على المشهد الإعلامي والتلفزي في تونس، كيفاش تشوفه وشنو معناها نظرتك المستقبليه ليه؟ في الحقيقه تقييم المشهد الاعلامي لن يكون ضافيا وشافيا، لاني الحقيقه لا اتابع كثير المشهد الاعلامي التونسي. علاش؟ ما تحبش ولا مش منحبش؟ انا ضد فكره تسليع وتسطيح العقول، انا ضد فكره تسليع المراه وتسطيح العقول واللعب على المتناقضات في الشعب التونسي. انا مع تعميق وعي المجتمع بوطنيته وبمجتمعه وبثقافته وبإنسانيته، لذلك عندي شوي حسي وأغلب الوقت لا أجد الوقت للمتابعة. إيه يعني شنية مشي لازم يتحسن المشهد مثلا من أهم النواقص، كل تلفزات العالم فيها تلفزات خاصة، قنوات خاصة بالأطفال،
إلا تونس لا توجد قناة خاصة بالأطفال. صحيح. لا توجد لدينا قناة خاصة بالأطفال. آخر قناة اكتشفتها وتتبعها بأبناء الصغار مثلا قناة فار كيدز في الجزائر الشقيقة، عندها قناة خاصة بالأطفال وطنية يعني. وطنية نعم، قناة خاصة بالأطفال. تونس لا تملك قناة خاصة بالأطفال، بالرغم أنه المسرح الطفل ماخذ ريادة في المستوى العربي، مسرح الطفل في تونس، لكن ما عندناش أعمال تقدم للأطفال على مستوى الشاشات ومستوى الإعلام ومستوى التلفزيون. سي سامي شكرا على صدرك الرحب وأنك قبلت أنك تحكي معنا في الموضوع هذا، وباش نستغلوك استغلال بسيط، معناها بحثنا شاعر كبير ما شاء الله، دونك كان تسمح قول لنا قليلا من الشعر. إلهي إن الذين يحبونك تعثروا في الطريق إليك، هدتهم أعاصير الصبر وجرحت نايات أرواحهم، الريح قبالتهم والسكاكين من خلفهم والخيانات من فوقهم وخلقك من كل الجهات. إلهي تعب المحبون، ذابوا كالشموع الواحدة والآخر، أطفأتهم الرغبة، ذبحت أصوات الطرقات على الأبواب، غرقت في الطين خطواتهم حتى تلاشت الأجساد. تعب المحبون في الطريق إليك، لاذوا بما تبقى من المحبة حتى انفرطت أرواحهم، دموعهم مسبحة من الأشواق، عيونهم نهر من الصلاة. تعب المحبون، صبر المحبون، صبروا كثيرا كثيرا. شكرا سي سامي، يعطيك الصحة. شكرا لمتابعي جريدة 619، هذا كان الضيف ما شاء الله، معناتها مستوى ثقافي محترم على الاخر، ونشكركم على المتابعة وان شاء الله في حلقة قادمة. بالسلامة.